هذه الجبال الشاهقة برؤوسها التي تلفها الغيوم كالعمائم هي جزء من سلسلة جبال الحجر الغربي، وترخي سدولها في واد ببلدة الهجير بولاية العوابي. قطعنا الطريق إلى الجبل عبر الوادي الذي تلتف حوله مساكن البلدة القديمة ومزارعها. وبالاقتراب أكثر من السفح الجبلي استقبلنا ما يشبه الغرفة الحجرية التي تسللت إليها أشعة الشمس، مخترقة عتمة المكان وسكونه. بتخطي الغرفة الحجرية وتسلق الجبال إلى الأعلى عبر الفتحات الصخرية والممرات الضيقة، يتكشف المشهد الأكثر إثارة شيئا فشيئا. فج عميق يحوي بين جنباته متحفا طبيعيا وكنوزا تاريخية لا تقدر بثمن، وبقايا حياة دامت هنا ربما لقرون عدة. ولكن أين هو المتحف؟ وأين هي الكنوز؟ إنها هنا محفورة على جسد هذه الصخور العتيقة التي تفصح عن شواهد رسمها إنسان ذلك الزمان بيده لأشكال مختلفة وحيوانات مفترسة وأليفة. خلال تجوالنا بين أروقة المتحف الصخري نحاول الاقتراب من كتابات تعرض لأحداث هامة في التاريخ العماني، أهمها كتابة بالخط الكوفي تؤرخ لعقد الإمامة للخليل بن شاذان في القرن الخامس الهجري، وأخرى تؤرخ لوفاة العلامة العماني جاعد بن خميس الخروصي، وإشارات إلى شخصيات مجهولة في التاريخ العماني. لا تخفي تلك النقوش الصخرية جوانب من حياة الإنسان العماني من حالات المحل والخصب، ولربما عرج الباحث على أبيات شعرية تمثل ذكراً لحبيبة أو وداعاً لراحل أو وصية للاحق وحكمة لعابر. تلك الصحائف الصخرية ما زال الكثير منها ينتظر فك رموزها التي لا شك أنها تمثل جوانب مشرقة من تاريخ عمان، وهي جزء لا يتجزأ من شواهد الحضارة العمانية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. أجسادنا بدأت بمغادرة هذا المكان، لكن أرواحنا وعقولنا ما زالت متعلقة بعبقرية الإنسان العماني وما سطر من تاريخ وأمجاد وبطولات على تراب الوطن.